الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: أمي توفيت ووالدي ما زال على قيد الحياة، هل يجب على والدي دفع مؤخر والدتي إلى الورثة؟ مؤخر الصداق، جرت العادة في كثير من بلاد المسلمين على توقيته بأقرب الأجلين، الموت أو الطلاق. فإذا كان ذلك كذلك، وكان مؤخر الصداق قد وقت بأقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، ثم ماتت صاحبة المؤخر، فأصبح هذا حقا حاضرا بعد أن كان مؤجلا، فينبغي لزوجها الذي لا يزال على قيد الحياة أن يدفع هذا المؤجل، الجزء المؤجل من المهر إلى الورثة، إلا إذا طابت نفوسهم بتركه والتنازل عنه، فهم أصحاب الحقوق، لهم الحق في استيفائها ولهم الحق في التنازل عنها والإبراء منها، بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما حكم العمل كمنتج فيديوهات لليوتيوب؟ بحسب اليوتيوب مسألة محايدة، منبر محايد. إن عملت في مجال الأغاني والبرامج الماجنة والخليعة فعملك لا يشرع، وإن عملت في برامج جادة نافعة أو برامج دينية أو برامج تاريخية ونحوي فالعمل مشروع، فيتوقف القول في هذا على القول في المضمون الذي تحتويه هذه الفيديوهات. إن اشتملت واحتوت على مضمون مشروع، كانت المساهمة في تجهيزها وإعدادها مساهمة مشروعة، وإعانة على بر وتقوى، أو على عمل مباح في الحد الأدنى مما يمكن أن يقال. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، فكانت البرامج ماجنة، أو كانت البرامج مما يدعو إلى الفسق ويحرض على الرذيلة، فلا شك أن هذه الفيديوهات غير مشروعة، وأن الإعانة عليها إعانة على إثم أو عدوان. سؤال الآخر يقول صاحبه: هل يجوز لأهل مسجد قائم على السنة أن يتركوا شيعي يدخل إلى المسجد ليصلي صلاته البدعية الباطلة، فيضع الحجر ويسجد عليه ويقبل الأرض 3 مرات بدلا من السلام، فماذا يفعلون إدارة وإماما؟ الجواب عن هذا أن الأصل إنكار المنكر، معصية كان المنكر أو بدعة، وهذا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة، لكن بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. لا شك أن وضع الحجر للسجود عليه، أن تقصد السجود على الحجر، أن اعتقاد شرطيته لصحة الصلاة، أن اعتقاد بطلان الصلاة إذا لم يسجد المصلي على مثل هذا الحجر، لا شك أن هذا التصور فاسد، وأن هذا الاعتقاد باطل، وقد اتفقت كلمة أهل السنة على خلافه. لكني أقول لك أيها المبارك، إن لدى القوم من البدع ما هو أغلظ من ذلك وأفحش، أغلظ من مجرد وضع الحجر للسجود عليه، لعل هذا أهون ما عندهم من البدع. اعتقادهم في الأئمة، دعاؤهم من دون الله، الاستغاثة بهم من دون الله عز وجل، نسبة علم الغيب إليهم، والقدرة على التصرف في هذا الكون،
وأن لهم خلافة تكوينية على ذرات الوجود، هذا أفحش بكثير مما تتحدث عنه من مجرد وضع حجر للسجود عليه، وإن اشترك الجميع في أصل الفساد، لكن الفساد دركات والبطلان دركات. فلا تكون للحجر الأولوية في التغيير إن كان المستهدف حقا هداية القوم واستنقاذهم من ضلالات الشرك وعبادة غير الله وردهم حقا إلى جادة السنة. فلعل الصبر المرحلي على مثل هذه البدع الجزئية والتفرغ لكبريات الأمور وتألف قلوبهم عليها أولى وأنفع من الدخول في مناوشات ومعارك حول مثل هذه الجزئيات. اللهم إلا إذا قدر القائمون على المسجد أن الأمر سيتفاقم وسيتجاوز حدود المواقف الجزئية العابرة، هذا اليوم موقف فرد واحد قد يأتي مثله وثالث ورابع، وقد تتفاحش البدع وتتكاثر وتتفاقم، والبدع قد الجزئية حتى إن تفحشها وكثرتها يرتقي بها من حيث الخطورة إلى البدع الكلية، وأن هذا قد يجر إلى شيوع هذه البدع في المسجد وفتنة العامة بها. في هذه الحالة ينبغي أن ينبه برفق أن هذا المسجد سني المشرب، وأن من سياساته عدم السماح بالشعائر المخالفة للسنة، وإذا وضع في سياسة المسجد سياسة معلنة أن هذا المسجد سني المشرب وإنه كذا وكذا، لعل هذا مما يعين على تجاوز مثل هذه المواقف عندما تدعو الحاجة إلى إعلان تبني مثل هذه السياسات. والله تعالى أعلى وأعلم. أخ يقول أيضا، منذ 3 سنوات أنا وزوجتي نوينا التبرع بقطعة أرض لبناء مسجد، لكن لم نتخذ أي تدابير في هذا الاتجاه. الآن غيرت رأيي وأريد أن أدفع رسوم جامعة لابني، الأرض هذه أبيعها وأعلم بها ابني، فما موقفي؟ نقول له يا رعاك الله إن التبرع أو الوقف لا يلزم بمجرد النية حتى يصدر عنك قول أو فعل يوجب عليك ذلك، فمجرد النية وما يجول في الخاطر لا يلزم منه شيء، لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فلا يلزم وقف هذه القطعة من الأرض للمسجدية بمجرد نية صاحبها لذلك، إنما إذا تلفظ فقال هذا وقف، أو بالفعل كما لو سعى لتسجيله لدى الجهات الوقفية، أو هيأ المكان وأذن فيه إذنا عاما للصلاة، فهذا يدل على أنه أوقفه مسجدا. على كل حال إذا لم يكن إلا النية وحدها فلا حرج في بيع قطعة الأرض وتحويلها إلى غرض آخر إذا لم يصدر بشأنها منك إلا مجرد النية، لكن إن استطعت أن تحافظ على نيتك التي نويتها فذلك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، لأن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. السؤال هنا، هل يجوز القول لأمهات المؤمنين عليهن السلام، أو لصحابي علي بن أبي طالب عليه السلام مثلا، أو أبو بكر الصديق عليه السلام، استخدام لفظ عليه السلام لغير الأنبياء فيه خلاف بين أهل العلم،
ملحق بخلافهم بالصلاة عليهم استقلالا. لكن ما هو الراجح؟ جواز فعله، جوازه إذا فعل أحيانا ولم يتخذ شعارا يخص به صحابي عمن هو أفضل منه. لأن من الناس من اتخذ كلمة عليه السلام شعار لصحابي دون آخر، أو لفئة من الصحابة دون غيرهم. يعني هذا هو المحذور. كان يقال علي بن أبي طالب عليه السلام، أما إذا ذكر أبو بكر لا، إذا ذكر عمر لا، إذا ذكر عثمان لا. يعني أن يخص به صحابي دون غيره، وأن يتخذ شعارا لتفضيله وتمييزه عن بقية الصحابة، فهذا هو الخطأ وموضع التحفظ وموضع المراجعة. أما إن استخدمته أحيانا ولم يتخذ شعارا ولا كان مدخل لتفضيل صحابي على آخر، فإن كثير من أهل العلم ذهب إلى جواز ذلك. طبعا أن تسلم عليهم تبعا، اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد، فأنت تسلم عليهم وتصلي عليهم تبعا لصلاتك ولسلامك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان ذلك كذلك فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. سؤال جاء من شاب في مرحلة خطبة وبدأ في التواصل مع مخطوبته، ويريد أن يقول أرسم لي خارطة الطريق، ما الذي يحل لي وما الذي يحرم وما الذي يشرع وما لا يشرع، يعني وما لا يشرع، كلمة تلفونية، تكست مسج، إيميل، زوم ميتينج، يعني ماذا يحدث في مثل هذه المرحلة وما ضوابطه؟ تقول له يا رعاك الله، أسأل الله أن يبارك لك في حرصك، وأرجو أن يدخلك الله بهذا الحرص في إطار السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة ربه، أرجو أن تكون واحدا منهم بإذن الله. الخطبة يا ولدي طلب الزواج والتواعد عليه، التواعد على الزواج من الطرفين، لا تشتاط لها في الشرع صيغة بعينها، بل تتحقق بكل ما يدل عليها بخلاف عقد الزواج زوجت كذا. إنما الخطبة ليس لها صيغة معينة لا بديل منها ولا غنى عنها. الخطبة ليست زواجا ولكنها مقدمة بين يدي الزواج، فلا تثبت حقا من الحقوق الزوجية، ولا تترتب عليها تبعات مالية إلا على سبيل المجاملة والتهادي، ورد شوكولاتة كذا، ده مما يستحسنه الناس، لكن ليس حقا شرعيا وجب بأصل الشرع. ولا تحل حراما في العلاقة بين الطرفين، لا تزال المخطوبة أجنبية، فليس لك أن تباشرها ولا أن تمسها ولا أن تخلو بها ولا أن تسافر معها. لكن لكل من الخاطبين النظر من الآخر إلى الوجه والكفين عند جماهير أهل العلم، والتحدث معه بالمعروف في غير خلوة، ولا يشترط في النظر إذن المخطوبة ولا علمها، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. اللفظ عام، انظر إليها عام مطلق، لكن جماهير أهل العلم يقولون الوجه والكفان، الوجه مجمع المحاسن والكفان يدلان على خصوبة البدن، فإذا اجتمع النظر إلى الوجه والكفين تحقق المقصود. عند الحنابل الاجتهاد يقول ينظر إليها أو ينظر منها إلى ما يظهر منها في العادة وهي في ثياب مهنتها. هذا القول له وجاهته، اجتهاد للحنابلة، يعني ينظر منها إلى ما يظهر منها وهي في ثياب مهنتها، في البيت، واقفة في المطبخ، ما الذي يظهر منها؟ شعر، جزء من النحر،
جزء من الذراع، جزء من الساق، ما يكون منها في ثياب مهنتها. وكثير من الخطاب اشتكوا بأن بعد أن تجردت المخطوبة بعد العقد يعني وتجردت، رأى منها ما لم يرغبه فيها، وكأن الحجاب كان يستر شيئا، لو رآه قبل أن يعقد عليها لولى وجهة أخرى. على كل حال، في اختلاف فقهائنا رحمة، وفي تعدد الآراء الفقهية سعة، ومن وقع في حاجة له أن يقلد من أجاز. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن لكل من الخاطبين النظر إلى الوجه والكفين، التحدث معه بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة، إنما المغازلات يعني وإنشاء القصائد في العيون وفي نظراتها وفي الجسم وفي كذا، هذا ليس وقته. أرجو أن تبقي هذه المشاعر وأن تحافظ عليها دافئة وأن تتدفق في حينها إن شاء الله. لكن إذا جاء الوقت الصحيح أخشى أن تجف هذه المشاعر وأن تتصحر، ونبحث عن الكلمة الجميلة فلا نجدها، ونبحث عن اللفتة اللطيفة فنفتقدها. وكما قلنا أكثر من مرة، إن المرأة تقتات على الكلمات أكثر مما تقتات على اللقيمات. لا حرج في التراسل بالمعروف بحضور طرف، يعني جميل. السائل بيقول إن حملنا يعني إيميل وبنعمل CC لطرف، لأمي لأمها لأختي لأختها، بما في واحد تاني شايف الذي يجري بينهما من حديث، فيعمل شيء من الضبط، فيضبط عباراته ويضبط كلماته ولا يتدرج من المشروع إلى الممنوع. لا حرج في التواصل المباشر بالمعروف، طبعا إذا تيسر، لو كان اللقاء من خلال صوت وصورة ينبغي أن يكون هذا في حضور طرف آخر من هذا الجانب أو من ذاك، فإن هذا أطهر لقلوب الطرفين وأزكى لنفوسهم، وقد وفرت وسائط التقنية المعاصرة ذلك في واقعنا المعاصر ولله الحمد. وإن عجلتم العقد يا ولدي فذلك حسن، فإنه يخرجه من كل هذه المضايق. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام. أخونا يسأل ويؤكد حول التبعات المالية. يا ولدي، المخطوبة أجنبية، ليس هناك إلزام مالي يفرضه عليك الشرع في مثل هذا المقام، بل حتى إذا عقدت العقد بالفعل ليس هناك إلزام إلا إذا انتقلت المرأة إلى بيت الزوجية وأصبحت محتبسة في بيتك، أصبحت محتبسة في بيتك. أما مجرد العقد وهي لا تزال في بيت أهلها وغير جاهزة للانتقال إلى بيت الزوجية، فإن هذا لا ينشئ حقوقا فيما يتعلق بالجانب المالي، لأن النفقة مقابل الاحتباس، إلا إذا كان التعويق والتأخير من جنبك، هي مستعدة جاهزة، شنطة جاهزة ومستعدة، متى قلت هيا قالت لك هيا. فإذا كان التعويق من جانبك، إذا كان ذلك كذلك، فهذا له محله في الاعتبار عند الحديث عن الحقوق المالية. بارك الله فيك. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، اللهم آمين. السؤال، واحد يسأل بيقول أنا جني شقة في عقود الإسكان الجماعي في مصر، وأنا دخلي كذا، ينفع أخذ شقة معاهم ولا لا؟ مش شريط إخواننا الذين يسألون عن بعد مش منتبهين أننا نعيش وراء البحار، وأنه قد انقطعت صلتنا منذ فترة بكثير من التفصيلات. ماذا تعني عقود الإسكان الجماعي؟ الغالب فيما يظهر أنها تتم من خلال وساطة بنك ربوي،
يتم إقراض المبلغ لراغب تملك الشقة مثل المرجش في الولايات المتحدة. فإذا كان ذلك كذلك فإن الأصل فيها المنع إلا لأصحاب الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها. وأنا أنصحك يا ولدي أن تسأل أحد المفتين المخالطين لك عن كثب القريبين منك، تشرح لهم حالك وتبين لهم ظروفك، وهم أخبروا بالحال وأدرى ببساطه وأقدر على إفتائك في نازلتك بارك الله فيك. لأن حتى إذا قلنا نحن إن الضرورة أو الحاجة الماسة هي مناط الرخصة، من ذا الذي يقدر لك الضرورة؟ من ذا الذي يقدر لك الحاجة؟ المفتي المخالط لك يا رعاك الله. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين. سؤال آخر يقول صاحبه: هل يلزم المسجد أن يوزع ما تجمع لديه من زكوات خلال العام؟ يعني لا يمر عام إلا وقد فرغ من كل أرصدة الزكوات الموجودة عنده. كم وقت يلزم المسجد أن يوزع؟ يا ترى ممكن كل عام، كل عامين، كل ستة أشهر؟ إيه الضابط؟ ما بعض المساجد تستقبل الزكوات تفضل مركونة عندها وتتركن سنوات، هل هذا يحل؟ طب بعض الناس يريدون أن يجلدوا إدارة المسجد لإخراج الزكوات فورا فلا يبقى في حسابهم من أموال الزكوات شيء، ومصارف الزكوات متنوعة وبعضها يحتاج إلى تدفقات شهرية، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. طب ما هو الضابط وما هي القاعدة؟ قال: الأصل هو المبادرة إلى تلبية الحاجات الفورية للمستحقين. إذا في حاجة فورية أمامي ينبغي أن أبادر إلى تلبيتها ولا أنتظر حولا ولا شهرا. فإن المسجد وكيل عن كل من الأغنياء المزكين والفقراء المستحقين، وكيل عن هذا في استقبال أموال الزكاة منه، ووكيل عن هذا في توصيل أموال الزكوات إليه. والمال في يد المسجد أمانة، ولا يجوز حبسه عن أصحابه في وقت استحقاقهم له وحاجتهم إليه. وقد قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبعد تلبية الحاجات الفورية يرسم المسجد سياسته في العطاء وتوصيل بقية الأموال إلى أصحابها وفق ما تقتضيه المصالح والمفاسد، والتي يتوخى فيها قاعدة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ربما تكون مدة العام تدبيرا مناسبا حتى إذا فرغ المال استقبل المسجد مالا جديدا وزكوات جديدة فيتواصل العطاء ولا يتوقف، وربما تزيد المدة عن ذلك وربما تقل بحسب الأحوال. وهذا مما تختلف فيه الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال والظروف، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال يقول صاحبه: حكم دفع ضمان على السلع، هل هذا من باب الغرر؟ لا شك أن هذا الذي تذكره من باب الغرر، لأنك لا تدري متى تعطب السلعة. سلعة قد تبقى عندك سنوات بغير عطب وقد تعطب في اليوم التالي. حقيقة الغرر ألا يعرف كل طرف ما الذي يأخذه وما الذي يبذله. لكن استثني من مواضع الغرر الغرر عندما يكون تابعا لعقد آخر. يعني إذا اشتريت السلعة هذا هو المعقود عليه بالأصالة، ثم أخذت تبعا لها ورنتي عقد ضمان، فيغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. كما لو اشتريت الحمل تبعا لأمه، اشتري ناقة حامل، وهو الحمل له دور في تقدير الثمن، لكن ما ينفعش تشتري الحمل لوحده أو تشتري حفيد الناقة اللي هيجي بعدين إن شاء الله في المستقبل لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. أما أن تشتري الناقة
وحملها في بطنها وقد يزيد ثمنها اعتبارا لحملها فلا بأس، فيغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. أيضا أن تبيع الشجر يعني قبل بدو صلاحه، الشجر مش الثمر، لا يباع الثمر إلا بعد بدو صلاحه. تبدأ مبادئ الحلاوة في الثمر، تبدأ مبادئ اللون في التمر. لكن إذا بعت الأرض نفسها وعليها أشجار لم يبدو صلاحها فلا بأس بهذا، لأنك تشتريها تبعا لشراء الأرض نفسها، فيغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا يا رعاك الله. السؤال هنا يقول صاحبه: ما حكم توصيل النصارى أو غير المسلمين إلى دور عباداتهم؟ الأصل في هذا المنع، لأنه إعانة على باطل، فلا يعبد الله على التحقيق إلا في المساجد. أما بيوت العبادة الأخرى فهي لم تنصب لعبادة الله عز وجل، بل لعبادة آلهة من دونه. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لقد سئل مالك: أرأيت الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ فقال: لا يحل له، لأن مالكا يقول: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. ثم قال: ولا يكري داره ولا يبيعها لمن يتخذها كنيسة، ولا يكري دابته ممن يركبها إلى الكنيسة. يبقى لا يحل تقصد هذا، ولا قبول المشارطة عليه ابتداء، ومهما أمكن الاعتذار عنه بغير مفسدة راجحة فهذا هو الأصل. لكن يستثنى من هذا ما لو ألزم به بحكم قواعد المهنة وقوانين الإركاب في بلد النشاط. إذا كان مثل هذا الموقف يعرضه للفصل من العمل، يعرضه لقضية discrimination تمييز عنصري، يعرضه لمشاكل قانونية، قد يفقد بسببها عمله وقد يفقد ذلك كذا وكذا، أو إذا لم يعلم بطبيعة المهمة قبل أن يتقبلها. النهاردة أوبر بيجيك أوردر، أنت لا تعرف وين رايح، ده مشوار، صح رايح لملهى ليلي، صح رايح لصالة قمار، صح رايح لشغله، أنت لا تدري، المشوار مجهول، وأنت الآن أصبحت في الموقع. فإذا لم يعلم بطبيعة المهمة إلا بعد قبولها والشروع فيها، وكان في النكوص عنها ما يعرضه لمساءلة قانونية، أو لأن يفقد عمله، أو يتعرض لغرامة باهظة ونحوي، هنا تأتي قواعد الاضطرار: وإذا ضاق الأمر اتسع. وإذا ضاق الأمر اتسع. بعض الناس الطيبين يقولون: من فترة اشترينا بيت بالمرجج بناء على فتوى ذكرت لنا إن يجوز البيت الأول والسيارة الأولى والاضطرار وفقه أبي حنيفة إلى آخره. ثم بعد فترة، بعد ما حققنا وتدبرنا واكتشفنا إن هذه الفتوى ليست دقيقة، وقد تورطنا واشترينا بيتا، فكيف السبيل إلى التخلص من هذا العقد الذي تورطنا فيه؟ نقول لصاحب السؤال: بارك الله لك في حرصك وفي تحريك، لقد صدر قرار عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول توبة من اشترى بيتا بالربا، أسوقه لك بنصه ولعل منه أن تعرف الجواب. نعم، يقول القرار: من اشترى بيتا بالربا وهو عالم بالتحريم، فمن تمام توبته أن يسعى إلى إعادة التمويل مع شركة إسلامية موثوقة، أو أن يجتهد في زيادة الدفعات الشهرية ما استطاع، لأن الزيادة على الدفعة الشهرية إنما تسدد أصل الدين، فيسقط مقابله من الربا تبعا. أنت عليك 100,000
تدفع على 100,000 ربا، إذا دفعت 5 أو 10 زيادة عن الدفعة الشهرية 100 هتصبح 90، بدل ما بتدفع ربا عن 100 تدفع ربا عن 90، فيسقط مقابله من الأصل ويسقط مقابله من الزيادة الربوية. أو أن يبيع البيت ويسدد أصل الدين فيسقط الربا تبعا إن تيسر له ذلك بغير خسر لا يطيقه. افترض إن الدنيا واقفة ولو باع البيت الآن سيتعرض لخسارة ماحقة، هذا في من اشتراه وهو عالم بالتحريم. أما من اشتراه وكان جاهلا بالتحريم أو كان متأولا قلد من أفتاه بالحل فلا إثم عليه فيما سلف لتأويله، لأن الله جل وعلا يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ويجتهد ما استطاع في زيادة الدفعات الشهرية أو إعادة التمويل مع شركة إسلامية. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. سؤال آخر، في الولايات المتحدة محلات يقومون بصرف الشيكات لمن يريد أخذ المبلغ بسرعة دون اللجوء إلى البنك لحاجتهم لأخذ المبلغ بسرعة أو لعدم وجود حساب لهم في البنك، فالمتجر يأخذ عمولة على إعطائهم المبلغ ثم يضعونه في البنك لأخذ المبلغ كاملا. إيه القصة دي؟ الحقيقة لها صورتان. صورة أحيانا أن الشيك مؤجل الدفع، بعض الشركات بتديك شيك يستحق الدفع بعد 2 أسبوع بعد 3 أسابيع والعامل محتاج إلى المال بصورة فورية، ماذا يفعل؟ بيروحوا إلى 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 شركات بتشتري الدين ده بأقل منه، بتديله شيك $1,000 بيديك 900، $100 بيديك 90، 95، 85، اشترى الدين بأقل منه. هذه الصورة غير مقبولة لأن هذا ربا النسيئة. في عالم النقود، في عالم العملات، إن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إن صرفت دولارا بدولار لا بد من التماثل والتقابض، إذا صرفت دولار بيورو أو باسترليني أو بكذا لا بد من التقابض. فإحنا مشكلة هنا، أنت بتبيع دولار بدولار، بتبيع دين بنقد بحاجة عاجلة مع نقص القيمة، هذه صورة من صور الربا لا تحل. طب لو قال لي واحد ما هو البديل؟ أن تأخذ مقابلها عين، يعني قد تذهب بها إلى محل تأخذ بها أشياء عينية وليست أشياء نقدية ثم تبيعها بعد ذلك بنظام التورخ. المهم يبحث عن حل آخر غير حل أن تبيع الدين بأقل منه. لكن في صورة تانية غير دي، إن واحد ما عندوش حساب في البنك، أوضاعه غير قانونية، أو ما عندوش وقت يروح البنك ويقف طابور، ففي وكيل يقول له أنا أصرفه لك، أنا أديني $10، أديني $50 مثلا كأنه مقابل الوقت والجهد. لو كان ذلك كذلك وكان الشيك حاضرا ومستحق الدفع الآن وليس في المسألة قرض ولا شبه التمويل، يبقى لعل هذه تكون من جنس العمولات المقبولة، لأن ما كان من فائدة مقابل قرض هذا هو الربا الحرام، ما كان من عمولة مقابل خدمة مصرفية أو غير مصرفية فإن الوكالة يجوز أن تكون مأجورة ويجوز أن تكون تطوعية. يا رعاكم الله، بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل. سائل يقول كان عندي مبلغ من المال وقبل أن يحول علي الحول
دفعته إلى مؤسسة تجارية إسلامية للتجارة، وما زال المال مع تلك الشركة إلى الآن، لكنني سحبت منه جزءا دفعته ثمنا لشراء بيت، وكان ذلك بعد الحول بعدة أشهر. على هذا المبلغ زكاة؟ يا رعاك الله، القاعدة لا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا وحتى يحول عليه الحول. إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. النصاب من الذهب 85 جراما، من الفضة 595 جرام من الفضة. إذا بلغ ما عندك من مال ما يساوي أحد هذين النقدين عند فريق، أو الذهب خاصة عند فريق آخر لأنه أكثر استقرارا في التعامل ولأنه أدل على الغنى من الفضة، فقد ملكت النصاب، تحقق أحد شرطي وجوب الزكاة. بعد هذا يحول الحول. فإذا كان المال الذي تتحدث عنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت زكاته. والظاهر أنك كذلك، لأنك سحبت هذا المبلغ واشتريت به ما اشتريت بعد انقضاء الحول بأشهر. فإذا كان ذلك يعني كذلك فقد حلت أو فقد وجبت عليك زكاة هذا المال، لأنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول. هذه القاعدة العامة في الزكاة. يا رعاك الله، اللهم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. العمل في شركة التأمين على البيوت بيرجعنا مرة ثانية إلى أن التأمين التجاري الأصل في عقوده الفساد. لا يستثنى من هذا إلا ما ألزمت به القوانين، أو كان تابعا لعقد آخر، أو اشتدت إليه الحاجة، كالتأمين الطبي مثلا. التأمين الطبي تشتد إليه الحاجة في هذا البلد، بل وفي معظم البلاد لا يكاد الناس يتمكنون من الحصول على الخدمة الطبية خارج مظلة التأمين. فما جاز ترخصا واستثناء جاز العمل في مؤسساته في هذه الدائرة، ويبقى ما عداه على أصل المنع. يعني العمل في شركات التأمين الطبي جائزة، لأن التأمين جائز لأن التأمين الطبي رخصة. يعني ما جاز التعامل به كعقد جاز التعامل في مؤسساته كإجراءات إدارية لتسيير هذا العمل وتسهيل إجراءاته ونحو ذلك. فالمسألة ترتبط بمشروعية العقد، يعني ابتداء ما رخص في التعامل به رخص في العمل فيه، وما منع من التعامل به منع من العمل فيه. فهذه مع تلك تدور معها وجودا وعدما. نكتفي بهذا القدر أحبابي في هذه الليلة إن شاء الله، ويبدو أننا في المرات القادمة سننتهي على 9:30 إن شاء الله، فنبدأ أبكر من اليوم بقليل. وحتى نلتقي أحبائي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.